السلام عليكم المتتبعين، كي درتو؟ كي بقيتو؟ كيدايرين شويه؟ دابا هاد النهار عند بنت اختي الخاتم، راني قلتها البارح في الفيديو ديال القناه ديال عائله تمي نعيمه، ودابا هاد النهار لخويتم بغيت نشارك معاكم الميكله اللي طيبوا للناس ديال الحباب العريس اللي غايجيو، وحنا العائله. وهضري مع رجاء مع المتتبعين. تبارك الله على المتتبعين، كي بقيتو؟ لاباس عليكم. ودابا كي قالت لكم الام ديالي، رحنا طلعنا نشوفوا الماكله فين وصلت. والله يعطي الصحه الطيبه اللي كطيب، الله يعطيها الصحه وصافي. السلام عليكم، خليك خالتي. كيداسونا؟ مساء عليكم، صحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. ودابا حنا رحنا جينا نبقشوا هذا الطوف. وهذه الشريفه كسميتك؟ رحمه. لالا رحمه، تحيه ليها كبيره. يمين ياسين صاحب زهير. يمين ياسين صاحب زهير. هانتوما تبارك الله، الماكله راه في حفظ الله وامين، وتبارك الله عليها وخمسه الخمس. هذا الشيء ما نفتت، ما الله يعطيها الصحه اللهم انت عليه، وقف معاه وسلم يدها. الله يبارك. شنو سمى حبيبي؟ الدغميره ديال الدجاج. هذه الدغميره ديال الدجاج، هانتوما كما كتشوفوا. الله يخليكم لينا ويوقف معاكم. دابا بغينا نشوفوا الدجاج. ودعيوا لي مع بنت اختي خت زهير، راه يتيمه وما عندهاش الميمه. دعيوا معاها وتزوجت، الله يسخر لها والله يكبر بها والله يحليها لنا، والله يسخر اللي مازال ما سهلش عليه الله، الله يوقف معاه. امين. وهذا اللوز. ها اللوز هذا تقليه لالا عايشة. لالا ولا لالا حمى. الناس من تندي. انتوما. مايمش كي دار أول مرة كيحصل لنا الشرف. تبارك الله عليكم أخوت. الله يبارك فيك. الله يخليك لينا. سمحي. وهذه لالا رحمة طيابة. والله يخليكم لينا والهلا يقطيع علينا. وراها الشتا كتصب، وراه عطاهم الله هذا النهار الشتا ليه الحمد والشكر. الحمد لله. ليه الحمد والشكر. وتابعوا معنا الحطام ديال الرحمه، تابعوا معنا راه غتغدي لنا الناس، وشنو العريس هما عاد غيجيو. ودعيوا لي مع هذه ليسيمه خت زهير، الله يسخر لها والله يعطيها شي نقله نقله حلوه، والله يخليها لنا وسمحي لي على هذا الشتا. امين. لا خطيه، الله يخليكم الله يوقف معاكم. كويتينا او نداتي، نشارك معكم الحميمه ديال بنت اختي. وهذا هو الديسي، راهم تيوجدوه البنات اللي غيتسخروا. هانتوما هانتوما راهم داروا الديسي يوجدوه باش غندفعوا غدا صحاب العريس. ودعيوا معنا ونداتي ولا خطيكم، الله يوقف معاكم. هانتوما كما كتشوفوا الحميمه ان شاء الله حتى يكملوها ان شاء الله يا ربي ونصوروها. بارك الله عليكم وليداتي. وهالوليده راه حنا بقينا نقلبوا عليها، تلقيناها عند اختي بديعه زبايه جات هي تحضر لبنت بنتها. ندعيو معاها ودعيو حتى هي تدعي مع بنت بنتها، راه غيتيمه. جابوا لي البنت اختي مسكينه. هانتوما كيفاش؟ هانتوما هو اول ما شرا لها شرا لها التليفون، هذا راه تليفون باش يبقى يتواصل معاها. وهذا الخويتم، هانتوما كيفاش تقف مهم نعيمه والعائله بعريس، غير ملي دخلي تصوري. هانتوما الخويتم تبارك الله على قد حاله مسكين. هانتوما خوتي، وهادو الشميعات هما هاد الوريد ديالهم عاينه من العين. وهانتوما خوتي، ها نوض رجاء. هانتوما صحتك. هانتوما تبارك الله، هذا كيف ما تبارك الله يصحى عندي. هانتوما سراوي بزاف. هانتوما وليداتي، هانتوما الشي اللي شينان. هانتوما شوفوا تبارك الله شنو جابوا لها. هانتوما تبارك الله يصحى النبي. هزي معايا هادي، انا غنهزها من معايا من غنهز.
فيها ها انتم خوتي شوفوا على الطبق الثاني شوفوا تبارك الله ها انتم فيكم تبارك الله سندس تزمو بارك الله يا ربي شحال شراو لها صحتها خمسة خمس على هاد الناس بارك الله يا ربي ها انتم ها انتم مخصوصين ها انتم هذا وقيلا توب ها جهارة لا مبرة مبرة ها انتم تبارك الله شوفوا الصاك شوفوا الصاك خور تبارك الله جو السيك شوفوا الشربين ها انتم مسكينة وغيتي ما ربيت بيا هذا الصفاط ها انتم مخصوصين هذا الكينان هذا الجلابة وري الشنطة ديالها ما نعاونها هاجي هادي قيلة كيطوا ياك ام العين دبيات هادي مع شنو هي تبسيط هذا قطان ولا لبسه لبسه هذا لبسه تبارك الله كما كتشوفوا هاد الدهب ديالها غزال هادي سامسوني شنطة صغيرة ها شنطة صغيرة ما مورك ها انتم هادي الشنطة ديالها اللي جابولها اي ام مورك جابولها هادي فاش دير عاود الحوايج ديالها مساكن ها انتم مولاي السلطان وتبارك الله عليكم اخوتي ودعيو معاهم المتتبعين ودعيو لنا مع سلمى اليتيمة وطلعيو معاها المتتبعين كنطلبكم دعيو معاها والهلا يخطيكم وهضروا مع المتتبعين واي واحد في عام الخير ولا اي وحده ما دايتها الحنا ربي يسقد لها ويكمل عليها بالخير يا ربي امين وبنت خالتي فرحت وجينا نعمروا عليها ونفرحوا معاها يتيمة والماليده ديالي جات تعمر مكانة الام ديالها وخا ما تعمروش ولكن راه في المكانة الام ديالها كتبغيها بزاف كنبغيها وصلحوا احسن منك امين يا رب راها قدامنا ولكن ما تقدرش تبان راكم عارفين الدور حاميه تبارك الله بالزواق ولابسه غزاله حتى طلعت في المشاهد ولا كوفوره غزاله تبارك الله وشكرا عليكم واللي مسكينه باقي ما سهل عليها الله الله يعطيها الصحة امين تبارك الله عليكم تابعونا ان شاء الله على الفيديو وليداتي تابعونا وليداتي تبارك الله عليهم جابوا دوازاتي وجابوا الحنة وجابوا الفاكية وجابوا تبارك الله التمر معمر انتم كما كتشوفوا عناو بهاد اليتيمة الله يعنى بهم انتم التمر معمر اللي غادي يشرب الحليب العريس الحليب والعروسة والفاكية وانتم اخوتي جابوا هاد الحليب كراتن تبارك الله داك الشيء مذوقينه وتبارك الله عليكم اخوتي نشكركم معهم دوازه سيد ديال ما شفتو ديال الحلوه اللي دار خويا زوير وانتم كيف ما شفتو هذا العصير انتم كيف ما شفتو تبارك الله عليكم اخوتي وخليكم معنا هذا اخوتي داز الزيتون هانتوما كما كتشوفوا راه شركنا مع اخوتي كلشي وتبارك الله عليكم اخوتي وخليكم معنا يلا يلا كلشي كلشي أنا ضحك أخي أنا مرتبطنا وحولك جميع الناس وزادت لك الغنى سلام على رسول الله يا 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 سيدنا محمد اللهم اجعل علي I'm
عندك ايه تعرف تراي؟ انا قولي لي الله يخلف عليكم الشرفه، الله يكبر بيكم، الله يخطيكم، بارك الله عليكم كاملين، الله يوفق معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرضى عليكم وليداتي. شكرا معكم الفرايح ديالنا ودعوا معنا. دعوا لهذه الميته راه غادي تجينا وتبارك الله عليكم. ايش؟ هذا الطبق الثاني غنشاركوه معاكم والهلا يخفاكم. الخبز باقي اختي باقي. تبعي شوف داو داو حنا كنشاركو معاكم الغدانا والخاتم ديال سلمى. الله يسلمكم كلكم بالخير ويخليكم ليا، ونتمنى اللي ما مزوجاش ربي حبيب يتكرم عليها ويمشي يسعد اللي ما ناويه عليه ما ضالنا. الله يخليكم ليا كاملين وتبارك الله على المتتبعين. وكشتو هذه هي الغديوه ديالنا وصافي وصافي معانا الناس معاهم راهم حشمة. دينا اسمك بلا انت اسمك.